السلام عليكم الخوت، صباحكم مبروك. تحياتي لكم الخوت، راه مباشرة من السوق جمعة ديال القيسر اقليم السطات، راه بتاريخ 19/5/2023. ما تساوناش باللايك ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو. كنشكروا كاع المشاهدين اللي كيتبعونا داخل الارض الوطن وخارج الارض الوطن، وجمعة مباركة على جميع المسلمين كاع اللي كيحبونا من القلب وكيتبعونا وكيدعمونا وكيخلينا نستمروا في هذه الخيرات. كنشكروكم الخوت. اليوم راه السلعه راه موجوده والتمر راه كاين والمليح راه كاين الخوت. وبالنسبه للاخوه اللي بغاو شي حاجه ديال الحولي، انا راه عندي الحولي، واللي بغى نصيفطوا لي لطنجه تطوان الرباط راه مرحبا الخوت بالجميع. اللي بغى شي حاجه راه يتواصل معايا راه مرحبا، وفرجه ممتعه وتسوقوا معايا الخوت. الله يصل الامور. يبارك الخوت، عطاو 75 3750 درهم. الشافعي لا لا والله ما نبيع. الله يرحم والديك الشيخ. وصافي بعناها الشافعي الله يرحم والديك، وبعناها الشافعي الله يرحم والديك. ها برعد مرحبا، ما نحنا شفت وما بغاش يبيع. 3800 درهم وبقى ما بغاش يبيع. شنو اسمه؟ الله يربح اللي تيغزى. شحال واصله يوسف دابا؟ شحال واصله سي محمد؟ 90 ياك، 4500 درهم. 90000، الله يبارك المليح تبارك الله، كامله سنان الحليب تبارك الله، الله يبارك سنان الحليب تبارك الله. سلعه كامله سنان الحليب 4500 درهم. 90000 راس السوق تبارك الله، سلعه مليحه تبارك الله، الله يبارك 4500 درهم كامله سنين الحليب تبارك الله. خيرات تبارك الله الخوت. اللوز تبارك الله. سي عبد الحق كيداير؟ كلشي مزيان، امور هانيه، واصبحكم مبروك يا سيدي. خيرات تبارك الله. وجمعة مباركة على جميع المسلمين. المليح تبارك الله بعدا المليح. هذه يلا تقديتوها شحال المشري ديالها عبد الحق؟ 72، ولكن راه زينة تبارك الله، سلعة راه مليحة تبارك الله. ها دابا دخن والله. دابا مشينا للحي بن صالح تيمن. ديال تيمن مشينا تيمن، السوق باقي ما زاكي بحال الميزان طالع، مرة طالع مرة هابط. الشاري ما كاين، والسلعة راه موجودة الحمد لله، السلعة راه موجودة. هذه المشرة ديالها الخوت 3600 درهم، 72 سلعة ملكية تبارك الله، زينة الخوت لا مليحة تبارك الله، الله يبارك. سلعة ما تذاكروش عليها الخوت، اللهم بارك. خيرات تبارك الله. قول لنا النمرة سي عبد الحق، واللي بغاها راه يتواصل معاك اخويا. قول لنا النميرة ديالك. 06 37 83 94 91. اللي بغى شي حاجة راه يتواصل معاك اخويا، مرحبا والله يسر ليكم اخويا. الله يبارك الخوت، الله يبارك. اللوز تبارك الله سي عبد الله. سي عبد الله كيداير؟ بخير، امور هانية وخيرات تبارك الله. كتعجبني انا بالمليح اخويا، المليح تبارك الله، الله يبارك المليح تبارك الله. عادو شي حاجة تبارك الله راه مليحة الخوت. هذا اش داير في السنة عبد الله؟
يلا مطلعتنا يا تبارك الله. عطاوك شي حاجه ولا؟ 7000 درهم 140. يلا مطلعتنا يا تبارك الله، الله يبارك. باقيه فرخه الخوت والله، باقيه فرخ، الله يبارك خيرات تبارك الله. واه شي حاجه ديال العشاق هذا الخير، السلعه راه ديال العشاق تبارك الله، خيرات تبارك الله، الله يبارك. السلعه ديال العشاق الخوت، هانتوما الخوت هذا الخير تبارك الله، الله يبارك. واه واحد ينسيك في واحد، والعيب الخوت راه ما كيديرش العيب، السلعه راه نقيه تبارك الله، كامله راه نقيه، لا راس واحد، الله يبارك. هذا اش داير تاهو في السن؟ غيكون تاهو تني. يلا كسر وحده تبارك الله، يلا كسر وحده. شحال عطاوك فيها عبد الله؟ 6500، الله يبارك، الله يبارك. 130، هذا 110، 5500 درهم، الله يبارك. تما يا باقين كاملين، باقينا باقينا صغار الخوت، راه يلا مطيحين، يلا باغين يطلعوا الثنايا الخوت، الله يبارك. خيرات تبارك الله. وقول لي النمره بعدا عبد الله، هذا ثني تبارك الله، هذا ثني 6000 درهم 120. قول لنا النمره عبد الله، قول لنا النمره، واللي بغى شي حاجه راه يتواصل معي. 06 72 97، 06 زيد 06 72 94 22 80. اللي بغى شي حاجه راه غيتواصل معاك عبد الله، راه الدوره بياسات راه نقيين تبارك الله اليوم، الله يبارك. من السوق ديال الجمعه ديال قيسر، هانتوما الخوت خيرات تبارك الله، والمليح تبارك الله. سي عبد الله بلا ما نطولوا عليك، اللي بغى شي حاجه راه غيتواصل معاك اخويا، راه كاين المليح تبارك الله وكاين النقا. اللهم بارك الخوت خيرات تبارك الله، ورا المليح الخوت الله يبارك. سلعه راه السوق تبارك الله، في السوق ديال الجمعه ديال قيسر، خيرات تبارك الله الخوت. سي محمد كي داير؟ كلشي مزيان الله يحفظك اخويا. ما شحال عطاوك هنا اخويا؟ باقي على الله ياك، باقي على الله الخوت الله يبارك. يلا الصباح تبارك الله، سلعه راه السوق اليوم الخوت، ورا ديما المليح، كاين المليح تبارك الله اليوم في السوق ديال الجمعه ديال قيسر، الله يبارك الخوت خيرات تبارك الله. سلعه مليحه تبارك الله، اكاليتي واحد خيرات تبارك الله. محمد ما بغات تبيع هنا اخويا ياك؟ سير الله يسخر لكم. هي شحال فيها من راس؟ 26. باقيين ما عطاو مع الله، باقيين على الله الخوت، باغي نبيعوها هنا، الله يسخر الامور الخوت. المليح تبارك الله، اللهم بارك الخوت خيرات تبارك الله. عاد السي عصام خيرات تبارك الله الخوت، الله يبارك. السي عصام المليح اخويا، المليح تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك. المليح تبارك الله الخوت، باقي له مع عصام رق واحد خير حوالا تبارك الله، ملكيين الله يبارك خيرات تبارك الله. زيد 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 خيرات تبارك الله الخوت والمليح. كاينين هما أربعة عصام ياك، أربعة الحوالا تبارك الله، ملكيين اللهم بارك خيرات تبارك الله. ما شحال عطاوك عصام هنا؟ شحال؟ 8000 درهم، الله يبارك، 8000 درهم خيرات تبارك الله. اش دايرين في السنة عصام؟ سعيد عندنا 9 ما تصورش الأحوال هنايا بربعة تبارك الله، الله يبارك. 8000 درهم 160 المليح أخويا، طارة وطوناش تبارك الله. قول لنا النمرة عصام، واللي بغاها مرا يتواصل معاك أخويا، قول لنا النمرة واللي بغاها مرا يتواصل معاك. 06 15 16 55 60، نبغى يمرا يتواصل مع عصام. ربعات الحبات راه مزرين تبارك الله، سوبر تبارك الله، شي حاجه راسو والله يسخر الامور الخوت. بارك الخوت خيرات تبارك الله. سرحال كي داير اخويا؟ كلشي مزيان وخيرات تبارك الله. ما شحال عطاوك اخويا؟
82 4100 درهم تبارك الله. صافي تلاقى هذا الخير تبارك الله بلا ما يمحلك. 82 4100 درهم. يا شحال فيها من راس راه حال هادي كاينه 14. وكدير السوق اليوم التمر راه كاين والسلعه راه موجوده والشارع شويه الشارع بدا كيتحرك هاد الصباح بين وبين. 4100 درهم الخوت 82 الله يبارك خيرات تبارك الله الخوت الله يبارك تبارك الله. سلعة راه زوينه والثمن تاع الكره مزيانه الخوت. الثمن راه كاين اليوم صابح الثمن الله يبارك الخوت خيرات تبارك الله. اقول لنا النمره اخويا رحال واللي بغى راه يتواصل معك اخويا 0672 35 20 92 ياك 99 الله يبارك المليح تبارك الله. دابا الثمن اخويا رحال اللي كاين دابا داير واش من العالف ولا من العالف ياك كاينه متفق معاه كاينه. سير الله يسخر لك اخويا رحال الله يجيب تيسير مبارك الخوت خيرات تبارك الله. سلعه موين الثمن اليوم الخوت راه الثمن راه كاين والخير راه موجود الخوت. السلعه راه كاينه الحمد لله. السلعه هذه راه كاع من عمره الخوت هذه ان شاء الله كامله دايره الطعنقه تبارك الله راكبه عليها الطعنقه. شحال عطاوك هنا محمد؟ 57 57 ياك 57 الله يبارك. قلت اليوم 60 الثمن ديال البيع 62 3100 درهم الثمن ديال البيع الخوت عطاو 57000 الله يبارك خيرات تبارك الله. الخوت سلعة راه زوينة سلعة زينة تبارك الله والثمن تاعو راه زينة الله يبارك خيرات تبارك الله. سلعة موينة ديال الخوت سلعة بدرية حرة تبارك الله. المرقدة محمد معك منين هادي؟ المرقد فين اخويا؟ من سيدي حجاج ولاد مراه كاين زين تبارك الله. المرقد ديالها من سيدي حجاج ولاد مراه. الله يسخر لك اخاي محمد الله يسهل الامور اخويا.